السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورجعنا معكم مرة أخرى بفيديو جديد. دخلنا موسم الزرع اللي هو وراء أكتوبر، هنا راح نزرع البصل والجزر نتاع الشتاء. هنا عندي كمية من هذه بذور البصل، هنا تقريبا 50 غرام، راح نحطها في هذه السريحة في الطول نتاعها 10 أمتار وفي العرض نتاعها 1.5 متر. هذه الكمية كبيرة قليلا على هذه السريحة، لكن راح نزرعها فيها لأني راح بعدين نقلع منها شتلات نتاع البصل. ودائما هذه البذور الرقيقة نقوم بخلطها بكمية من الرمل يكون مبلل حتى توزع لنا توزيع متساوي وما تكدسش لينا في مكان واحد فقط. نواصل ننثرها بهذا الشكل في المرة الأولى، ومن بعدين نرجع ننثر في المرة الثانية، نمشي ونجي حتى نكمل الكمية، وراح تتوزع عليا توزيع متساوي بهذه الطريقة مع استعمال الرمل حتى نكمل الكمية كلها. وبعدين راح ندفنها بقدمي طبعا، وبعدين ندفنها بالراطو. وهنا السريحة اللي جنبها راح نزرع فيها هذا بذور الجزر نتاع الشتاء. ودائما الجزر نتاع الشتاء لازم نحرتوه قبل 5 أكتوبر اللي هي 20 أكتوبر، لأنه إذا تعطل بعد 20 أكتوبر اللي هي 5 أكتوبر راح يسبل لينا وما راحش يدلينا الجزر. لذلك لازم نحرتوه نهار هنا في هذه المنطقة، لازم نحرتوه نهار 20 أكتوبر تماما، أو قبل 20 أكتوبر أو بعد 20 أكتوبر على الأقل بيوم واحد فقط. نفس الطريقة اللي استعملتها مع البصل، راح نحط كمية من الرمل المبلل، نحط فيها هذه كمية البذور اللي هي تقريبا 50 غرام اللي هي مقدار 400 دينار جزائري. وهذه السريحة مثل أختها فيها 10 أمتار في الطول، وفي العرض فيها 1.5 متر. نوزع هذا الجزر، هذه الكمية مناسبة لها، ما راحش تكون كمية كبيرة عليها، نوزعها بهذا الشكل، نمشي ونجي حتى نكمل الكمية. ومن بعدين راح ندفنها طبعا بقدمي، ومن بعدين ندفنها بالراطو، ومن بعدين راح نسقيها. محمد يا سيدي، بحبكم أرجو المنى، فعظيم قدرك عندنا، فعظيم قدرك عندنا مهما علا لا يوصفا. هنا بعد اللي دفنت البذور كما قلت لكم دفنتها بقدمي، وبعدين راح ندفنها بالراطو. هنا راني سقيتها، لازم نسقيها بهذا الشكل، لازم يكون فيها الماء راسي ومتساوي ويدخل لها بشكل متساوي. هنا هذه شربت على الاقل السقيه الاولى، نسقوها جيدا. هنا راح نرد الماء لهذه السريحه الثانيه اللي هي فيها الجزر نتاع الشتاء. نسقيها جيدا
ونسقم الماء، ولقيت الماء ما فاتش ليا مليح وكان مرتفع او التراب مرتفعة قليلا، راح نسقمها بالراطو حتى تشرب ليا السريحة مليح ويكون فيها الماء متساوي كما راه في هذه السريحة اللي استعملت هنا للبصل. نواصل في تسقام الماء حتى نكمل. محمد يا سيدي بحبكم أرجو المنى، فعظيم قدرك عندنا، فعظيم قدرك عندنا مهما علاها لا يوصفا. هنا كملت سقي هاد السريحتين كيف راه يظهر عندكم الآن. ودائما هذا الجزر نتاع الشتاء لازم نحرتوه قبل 5 أكتوبر، اللي هي قبل 20 أكتوبر، لأن الوقت نتاع دخول زرع هذا الجزر نتاع الشتاء من شهر آوت، من غشت يبدأ هنا في هذه المنطقة بزرع الجزر نتاع الشتاء. لكن في شهر غوشت يحتاج منك المبيدات كثيرا حتى تقضي على الحشرات اللي تاكلوا. إن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو وتستفيدوا منه كالعادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.